نجم نقولوا واش هي المقابله في المسيره التحكيميه مقابله حمدان برشا ليسبيرونس؟ لا وزير حمدان وصفاقس وكبس شويه لما ماشي باش نجيك له. اما نجم نقول ليسبيرونس وحمدان من المقابلات اللي قاعده تسدد تاريخ به كلام حكيم بحضنا موجي بحر لهنا وكلام وظهر اللي ما عجبكش برشا. اي نتذكر وقتها قال والله يحق ما كان متذكر شنو قال، باش نسمع شنو قال بعد نعلق عليه. اللقام صعب بيني وبينك ان عندي معاه علاقه طيبه ياسر لليوم الحقيقه ما عنديش حتى مشكل. وهبط له حبيتك تسالني سؤال اخر، وهبط له فوزي البنزرتي يدرب في الترجي ولا لا؟ اي وهبط له فوزي البنزرتي، وفوزي البنزرتي قطع في فيست تعرف الفازر تاعو يشد في الفيست يبدا يهز فيها وينفض تاعو، فهمت كيفاش؟ علاش؟ وسب الاربيتر رد بالك فوزي وانا بحلاه، فهمت كيفاش؟ ومن بعد كي سالوه الصحافه قال قلت له عيب عليك. ايوه ما كلم اللقيم ما خرجوش لا ما خرجوش علاش؟ تعرف تو سمحني باش يخرجوا فوزي البنزرتي تو بلا يقول لي قدوه لو كان جاء اربيتر ولد حمل من شيرتي انا ما نغطي عليه خاطر مسيح الزوز فرجيها مع بعضها. ممكن هاك انت قلت انا ما قلتش. اي قلت لي ممكن تلمحت لي ما قلتش. زون ميكس شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط في كلام سي المنجي؟ صح زوجي تحية زوجي صاحبي برشا زاد هو صح لا ما قالك يتكلم اما اول حاجه حاب نعقب اللي هو ما سبنيش وقت تخلي حتى نرجع للكاميرا وحده هو ما سبنيش فوزي ما يسبش ما انا ما سبنيش صاحبي يعني راه فوزي انا تذكر الكاميرا كاشين عملت له خلص عليا في قاع وبعد يحرت فيا معناها مش فوزي ذاك اما الناس طيبه سي فوزي راه ما ثماش ما احسن منه. ثاني حاجه يقول ما خرجوش خاطر جيته ما نصورهاش خاطر قلت لك اني اصحاب بطبيعتي وهو ما سبنيش اني هو كان يقول لي انت تقول جاي مش تخسر ترجي وتخسر فوزي بنزرت وتحكي في القهوه قال سمى لي حتى اسم القهوه كثرت من هيك هذا كان يضحك مش صحيح تشكر بتخيط ما بيناتنا وبرا مو العباد الكيك. ثاني حاجه قال هو حق وقف المقابله ما بتعرف علاش به نسالك اش بيك خرجت وقتها من شويخة صابر خليف وصابر خليف تي ما تقول لي انا ما نجيبش وهو قال في ما حدتوهاش سمعت انا قال بالله حق وحق وقف المقابله خاطر فات ربع ساعه لا قل له قانون يقول لك 45 دقيقه في مجموع قصان الضوء القصان الضوء وقت 20 دقيقه لو كان 20 دقيقه هذيك وعاود قص 20 دقيقه اخرى وقص 10 دقائق وقف المقابله وقت صوره شهيره اللي انا جايب سي البحري سي عامر البحري سي عامر البحري وقتها نحكي معاه وحده سي عامر قال لي راهو المقابله يلزم كل خاصه 45 دقيقه جبدته قلت له انت راجل معروف بالقانون معناها قدام العباد ما تظهرش روحك ما تعرفش راهو المجموع 45 دقيقه قلت له راس ما نقولوش قدام العباد فهمت هذاك علاش ما نحن تقول لي في الظروف هذيك اول حاجه ما تنجمش وقف المقابله ثاني حاجه ثالث حاجه ما حبش حاب نحكي فيه الموضوع هذاك خاطر كلي برشا واحد سوليك انا كنت باش نوقف المقابله في الميتون مش وقت خلي فوزي بن زرتي في الميتون نظرا للظروف اللي وقتها ما نجمش نكمل نزف وقت تلقى بوليسيه في البنكار خارجه والناس تشعل في النار ما تنفع عليك ولا هدك انا نسمع اللي بالسياسه بعت لي القوه اش قال لك ماكش تحكم في البلاد دي. قال لك ماكش تحكم في البلاد و35 الف متفرج يزمك هذا جاي البودريك اللي ربي تحيه ليه خاطر نقول راه حقيقه ما عندي ما نخاف حتى واحد الا من ربي وبعد يقول لي قلت له كيفاش نخرج والله كي ماك قلت له كيفاش نخرج من الحجر قال لي ابدا وش يهمك وفجاه دم قص الضوء وبعد قينا الفراج ما فيه حتى واحد من جمهور ترجي اليوم تحب نقولوا ترجي قص الضوء غير قص الضوء خرج جمهورها ما يكونش فهمت ما يكونش ما فهمت معناها ثم رغم اللي انت متعصب لتوالي كنت تنجم لا لا كل حاجه بوقتها هو اخذ لي ترجي وقت تعمل حاجه وقت تربح لتوالي وعندي صحابي وكشخين تحيه ليهم برشا في تونس يحبوني ونحبوا راه ونقول لك نقعد ورا بايا ما نربحوكمش وكي يربحونا باربيتر ولا باسيستون قلنا لك ربحتونا بالاربيتر والباسيستون ما عندي حتى شيء فمش حالات ما تقلقتش على ماتش هذاك كل شيء تستهلك وتقلق ما تقلقش كل شيء يستهلك اما
الماتش فيه حاجات خطر فيه حاجات عطينا حويس ليه معناها فيه حاجات اللي خطر مش عادية نقولوا نحن ماتش هذاك ثلاثة بلاش وبعدها اللي يجي يخسر بخيفة مشي مركي الرابع ويعمل روحه شنو فيه يتيح سد عندك احسب واحدك ما نقول شيء اني نقول لك وانتي مش من ما نقراش كل واحد كيف شقها اليوم صابر خيفة يجي مركي الرابع ويعمل روحه يتيح وبعدها نقل انترونار يخرج احسن زوج جوارات وبعد تلصقوها في الاربيتر بالنسبة للبوندو الثالثة اللي تحكيوا عليه والله دزوا مسكوا رابيدو الرامو الرامو تقريبا نسيت اي حصلوا هو ما مسكوا بليدو الا مجوار راح منفذزوا مشوا مس الكرة ما نجمش نحي بوندو ونحط بلنتي الماتش هذاك بالنسبة لي يعني مسلم مسجل لهنا تحط بلنتي لا ما تحطش بلنتي كيفاش نحي بوندو وش حط بلنتي ما كان بيده شنو ما مركيش بيده هو ضربت فيه هو وقت دزوا الكرة مست فيدو لكن في نفس الوقت هي تحت قدام جوار الاخر حطها معناها ما تنجمش تنحي بوت وش حط بلانتي معناها بلانتي دزو اي شنو تحب تلمح يعني تقول تقول حملة تفادي يعني تفادي يعني المشاكل معناها الماتش هذاك يزم يخرج كيكا قرار من شكون قرار من الناس المعنية بالأمر بالنسبة لي يعني ما عندي حتى قرار أني زفرت كيما زفرت للحمام لمف كيما زفرت للترجي والدليل لمساكني وقت ذكرها كيما تو 43 دقيقة في الميتون الأول وخاسرة ترجي تلوح يحب على بلنتي جبت له كفورة البرة وحطيتها له البرة بعيدها تقريبا 10 سنتي والبوعازي قريب اي شنو كتبت في الأبولة متاعك ما كرم بعد ما كتبت شيء وقت تعرفش عليش خاطر جاتي ضغوطات مش مكتب شيء ما تكتب شيء عصافير وتزقزق والسماء وزرقاء حطيت رابور وكملت كي روحت شكتب روحت كل شيء قلت إصابة أول الأمن من قبل جمهور ترجي قلت حكيت على المقابلة شو صار بالضبط وقداش قص الضوء كذا 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 بعت لي عقبوها 3 جوان درج لعبت ماتشوات وازت بطولة ما غير جمهور والمقابلة الأولانية تاع سيزون لعبتها ما غير جمهور